بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التهذيب والتصفية. منزلة التهذيب والتصفية. عندي في الحاشية يعني التهذيب في لسان العرب، قال: رجل مهذب أي مطهر الأخلاق. والمهذب هو المهذب من الرجال، هو المخلص النقي من العيوب. والتصفية مصدر صفا، والصفا نقيض الكدر، وصفو كل شيء خالصه. أيضا هذا هي في لسان العرب في المعجم. يعني إذا التصفية في اللغة هي التخلص من الأكدار. الأكدار هي ما يعكر الشيء ويشوبه من الشوائب، فالشيء الصافي هو الخالص. والتهذيب هو التنقية من العيوب وتطهير الأخلاق. فقال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التهذيب والتصفين. فهذا كان المعنى اللغوي يعني للتهذيب والتصفين. قال، لأن يتكلم يعني عن معنى التهذيب والتصفية في اصطلاح علماء السلوك، قال: وهو سبك العبودية في كير الامتحان طلبا لإخراج ما فيها من الخبث والغش. قال: هو سبك العبودية في كير الامتحان، يعني هنا مثل ما يسبك الذهب والفضة والحديد، يعني تصنع منه السبائك، فيؤتى بالمعدن، يؤتى يعني بالحديد أو بالذهب من معدنه، يعني كتلة مخلوطة بالذهب الخام، يعني قبل تصفيته وتنقيته يكون مخلوطا بأتربة وشوائب وأشياء تشوبه، ثم يوضع في الكير، وهو آلة يستعملها الحداد ويستعملها الصائغ في صهر الحديد أو الذهب، بحيث تصهر، فإذا صهرت وأصبحت مادة سائلة ويطفو على سطحها الشوائب التي فيها، وينفخ بهذا الكير، يعني ينفخ به حتى تطير هذه الشوائب ويتخلص منها، ويبقى الذهب صافيا خالصا تصنع منه السبائك. فهنا تشبيه، يعني يقول: هو سبك العبودية في كير الامتحان، في يعني يشبه الاختبار والابتلاء بأنه مثل الكير، مثل هذه الآلة التي تسبك فيها العبودية حتى يخرج ما في عبودية الإنسان من خلل ونقص، يعني ما يشوب عبوديته من خبث أو غش أو رياء أو عجب، أو يعني ما خالط عبودية العابد من هذه الشوائب، فيطهر وينقى حتى تبقى العبودية الخالصة الصافية. قال صاحب المنازل رحمه الله، هو الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله، قال: التهذيب محنة أرباب البدايات، وهو شريعة من شرائع الرياضة. يشرح كلامه الإمام ابن القيم، يقول: يريد أنه صعب على المبتدئ أو على المبتدي، فهو له كالمحنة. والمحنة هي الاختبار والامتحان، يعني الاختبار والابتلاء. فيقول يعني التهذيب هو محنة أرباب البدايات، يعني هو كالاختبار والامتحان للمبتدئين. ويقول: وهو شريعة من شرائع الرياضة، يعني طريقة للمرتاض الذي قد مرن نفسه حتى اعتادت قبوله وانقادت له. كذا التهذيب والتصفية هو التخلص من الشوائب التي تمازج العبودية، وهو اختبار
وامتحان للمبتدئ، وهو طريقة لمن روض نفسه على العبادة وعولها عنه. قال: وهو على ثلاث درجات: الأولى تهذيب الخدمة ألا يخالجها جهالة، ولا تشوبها عادة، ولا تقف عندها همة، كما هي طريقة المؤلف رحمه الله. دائما إيه، كل منزلة من منازل العبودية يجعل لها ثلاث درجات، وكل درجة يذكر فيها ثلاثة أشياء. والدرجة الأولى دائما هي التي تكون للمبتدئين، والدرجة التي بعدها أو للعوام، والدرجة التي بعدها للخاصة، ثم لخاصة الخاصة. فأول درجة من درجات التهذيب، قال تهذيب، سمى هذه الدرجة تهذيب الخدمة، وذكر فيها ثلاثة أشياء: ألا يخالجها جهالة، ولا تشوبها عادة، ولا تقف عندها همة. هنا الشارح ابن القيم رحمه الله يقول: أي تخليص العبودية وتصفيتها من هذه الأنواع الثلاثة. هنا يعني فسر الخدمة بأن المراد بها العبودية، يعني ابن القيم استعمل كلمة العبودية مكان الخدمة، فهو قال تهذيب الخدمة، قال أي تخليص العبودية وتصفيتها من هذه الأشياء الثلاثة اللي هي الجهالة والعادة ووقوف الهمة. قال: وهي مخالجة الجهالة وشوب العادة ووقوف همة الطالب عندها. شوب من الشيء المشوب اللي هو المخلوط، يعني شوب العادة يعني أن تخلط العبادة بالعادة. قال: فإن الجهالة، الأمر الأول هو ألا يخالجها جهالة، يعني لا يخالطها جهالة ولا يختلط بها أو يمتزج بها جهالة. قال: فإن الجهالة متى خالطت العبودية أوردها العبد غير مولدها، ووضعها في غير موضعها، وفعلها في غير مستحقها، وفعل أفعالا يعتقد أنها صلاح، وهي إفساد لخدمته وعبوديته، بأن يتحرك في موضع السكون أو يسكن في موضع الحركة. يعني يقول تخليص العبودية من الجهالة، يقول أن الجهالة إذا خالطت العبودية فإنها تغير فيها هذه التغييرات. والعبودية تشمل يعني طبعا يعني أصل الكتاب هو في الكلام عن عبوديات القلب، يعني من محبة وخوف ورجاء وإنابة وتوكل فيقول يعني إذا خالط عبوديته جهل فإنه لا يضعها في موضعها ولا يؤديها كما ينبغي. وكذلك إذا أخذنا يعني العبودية بالمعنى العام فتشمل عبودية الظاهر أيضا، فإن الذي عنده جهل وعنده إخلاص، يعني فهو يريد أن يتعبد بالذكر أو بالجهاد أو بطلب العلم أو كذا، فإذا يعني خالط أو بالصلاة أو غير ذلك من العبادات، فإذا أدى هذه العبادات بجهل فإنه يضعها في غير موضعها ويولدها في غير مواردها، ويقع منه أخطاء بسبب قلة علمه بما ينبغي في هذه العبادة. فقال: وهي إفساد لخدمته وعبوديته، يفعل أفعالا يظن أنها صلاح، وهي تفسد خدمته وعبوديته، بأن يتحرك في موضع السكون أو يسكن في موضع الحركة، أو يفرق في موضع جمع أو يجمع في موضع فرق، يقع منه يعني غلو أو إفراط أو تفريط بسبب الجهل، فيفرق بين أشياء يعني حقها أن تجمع، أو يجمع أشياء حقها أن يفرق بينها، أو يطير في موضع سفون أو يسفن في موضع طيران. قال السفون هو الالتصاق بالأرض، ومنه سميت السفينة لأنها تلتصق يعني بالرمل إذا قل الماء أو كده. فقال يطير في موضع السفون، يعني موضع مفروض فيه يعني ينبغي فيه مثلا التروي والتأني وكذا، فيسرع يعني ويعجل في شيء يعني لا ينبغي فيه العجلة، أو العكس يسفن في موضع طيران، هناك أشياء يشرع فيها مثلا التعجيل والمبادرة فيبطئ فيها،
أو يقدم في موضع إحجامه أو يحجم في موضع إقدامه. يقدم في موضع إحجام، موضع ينبغي إن هو إيه لا يتقدم فيه، فيتقدم إيه بجرأة في موضع يعني ينبغي أن يحتاط فيه ويتأخر فيه، أو العكس، أو يتقدم في موضع وقوف أو يقف في موضع تقدم، ونحو ذلك من الحركات التي هي في حق الخدمة كحق الثقيل المغيض في حقوق الناس. يعني في الخدمة اللي هو معنى العبودية يعني لله تعالى، فيقول هذه الأمور التي يعني هي بسبب الجهل، مثل الإنسان الثقيل المغيض في أداء حقوق الناس، إذا صار عنده يعني إقدام في موضع إحجام أو إحجام في موضع إقدام وكذا. يعني كما يضربون المثل يعني يعني مثلا بدبة مثلا رأت ذبابا على صاحبها، فمن فرط محبتها له يعني تريد أن الذباب يؤذيه، فضربت رأسه بحجر حتى تقتل الذباب فقتلت صاحبها وكذا إلى آخره. فمرات يعني يكون الدافع خيرا، بس هو يعني يعمل عملا فيه إيه يعني إفراط وكذا بنية صالحة يعني وهو يريد الخير، بس يكون الأثر عكسيا يعني مثل ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا، هناك يعني مواضع يكون فيها تغيير المنكر يؤدي إلى حدوث منكر أكبر منه، فهنا يعني الصبر على المنكر الصغير أولى من إيه؟ من تغييره بما يؤدي إلى حدوث منكر أكبر منه وهكذا. يعني فدائما العبادات لها يعني آداب ولها أحكام، يعني لا يكفي فيها النية في الصالحة، فقد يعني يفعل أشياء بقصد حسن يعني بنية الجهاد، بنية الأمر بالمعروف، بنية الدعوة، بنية كذا، فيفسد أكثر مما يصلح. قال: فالخدمة ما لم يصحبها علم سان بآدابها وحقوقها غير العلم بها نفسها كانت في مظنة أن تبعد صاحبها، وإن كان مراده بها التقرب. يعني يقول لك العلم بالشيء مثلا وفضله وأهميته وشروط الصحة، ثم إلى جانب ذلك هناك علم بآدابه يعني ومتى ينبغي أن يفعل والمقدار المطلوب فيه فإذا لم يتعلم يعني آداب الخدمة وحقوق الخدمة فقد إيه تبعد صاحبها وهو يريد التقرب بها. قال: ولا يلزم حبوط ثوابها وأجلها، فهي إن لم تبعده عن الأجل والثواب أبعدته عن المنزلة والقربة. يعني يقول قلة العلم ليس بالضرورة أنها تؤدي إلى حبوط الثواب والأجر، يعني قد يثاب ويؤجر على نيته الصالحة وقصده. يعني كثير من هؤلاء المخطئين يعني الذين يفعلون أشياء يعني بنية صالحة ولكن يخطئون في العمل بسبب الجهل، فقد يثابون على يعني حسن قصدهم وسلامة نيتهم وأنهم أرادوا الخير، لكن يفوتهم ثواب كثير بسبب خطأ العمل. فإما يعني أنها تكون سببا في نقصان الأجر والثواب وإن لم تؤدي إلى حبوطه، وقد تبعده عن المنزلة والقربة من الله تعالى. قال: ولا تنفصل مسائل هذه الجملة إلا بمعرفة خاصة. عندكم تنفصل هكذا؟ أيوه. يعني ولا تنفصل مسائل هذه الجملة، يعني كأن المعنى يعني لا تتضح ولا تتبين يعني المعنى المقصود، يعني إلا بمعرفة خاصة بالله وأمره ومحبة تامة له ومعرفة بالنفس وما منها. طيب هذا الأمر الإيه الأول، وهو تهذيب الخدمة ألا يخالجها جهالة. الأمر الثاني قال: ولا تشوبها عادة. يهذب خدمته، والخدمة بمعنى العبودية، تهذيب الخدمة يعني تصفية العبودية وتنقيتها عن أن يشوبها عادة. قال: وهو أن يمازج العبودية حكم من أحكام عوائد النفس تكون منفذة لها معينة عليها، وصاحبها يعتقدها قربة وطاعة. قل كثير من العبادات والطاعات مرات يخالطها ايه شوب العادة، انه يفعل شيء من
العبودية يعني بدافع من العاده. كمن اعتاد الصوم مثلا وتمرن عليه فألفته النفس وصار لها عادة تتقاضاها أتم اقتضاء، فيظن أن هذا التقاضي محض العبودية وإنما هو تقاضي العادة. يقول الشخص يعني اعتاد الصوم وتدرب عليه وألفته نفسه وصار يعني سهلا عليه بسبب العادة، فيقول مرات يعني يظن أنه هو محض العبودية ولكن شابه شيء من العادة. قال: وعلامة هذا أنه إذا عرض عليها طاعة دون ذلك وأيسر منه وأتم مصلحة لم تؤثرها إيثارا لما اعتادته وألفته. يقول مرات يعني الإنسان يعني يألف عادة، يألف عبادة وتصبح يعني أمرا معتادا له فيتمسك بها وكذا، وهذا خير بس يعني بسبب أنه خالطتها العادة. فيقول يعني مرات تكون عبادة أسهل منها وأيسر والمصلحة إليها أكبر وأهم، ومع ذلك يعني نفسه لا تطاوعه على فعلها بسبب عدم إلفه لها وعدم تعوده عليها، ويؤثر عليها عبادة هي أشد يعني أكثر مشقة ولكن هي أسهل عليه بسبب أنه اعتادها. فيصبح يعني اختياره فيما يختار يعني قد يختار العبادة المفضولة مثلا لكونها قد اعتادتها نفسه ويترك العبادة الفاضلة لعدم اعتياد نفسه. قال: كما يحكى عن بعض الصوفية قال: حججت كذا وكذا حجة على التجريد، على التجريد يعني عندنا في الحاشية أن القصة الواردة في هذا حتى توضح معنى التجريد يعني المقصود هنا أن هذا الرجل يعني من العباد قال: إن والدتي سألتني أن أستقي لها جرعة ماء إذ ترك التزود بالماء تجردا من فعل الأسباب إلى آخره. نعم، يعني قال: حججت كذا وكذا حجة على التجريد، يعني كأنه كان يترك الأخذ بالأسباب يعني مثلا لعله يقلل من التزود يعني بالمال أو الطعام أو كذا، فيتحمل يعني مشقة شديدة في حج. قال: فبان لي أن جميع ذلك كان مشوبا بحظي، وذلك أن والدتي سألتني أن أستقي لها جرعة ماء فثقل ذلك على نفسي، فثقل ذلك على نفسي، يعني كان سهلا علي أن يحج حجات كثيرة يعني حجا شاقا متعبا للنفس، لكن ومع ذلك سهل عليه يعني بسبب الإلف والعدل. وأمه طلبت منه أن يناولها ماء فكان ثقيلا على الناس. قال: فعلمت أن مطاوعة نفسي في الحجات كان بحظ نفسي وإرادتها، إذ لو كانت نفسي فانية لم يصعب عليها ما هو يحق في الشرع أو ما هو حق في الشرع. انتهى كلامه رحمه الله. يعني القصد أنه مرات يعني مثلا يعني في الوقت الحاضر مثلا مرات في بعض البلاد يعني يكون مثلا يعني هو اشياء من الدين ومن الحق لكن يعني تكون منتشره انتشار العاده، يعني مثل الحجاب مثلا تجد يعني الحجاب مثلا ينتشر الحجاب ويصبح هو يعني العاده في البلد، بحيث المراه مثلا اذا كشفت وجهها او كذا يعني تكون منتقدة وملومة من الناس ومن المجتمع ومن فيصبح يعني مثلا ستر الوجه او يعني لبس الثياب السوداء او كذا هو شيء من الخير، لكن يعني بسبب الإلف والعادة يعني اصبح مرات يعني ليس مقياسا للتدين مثلا في مثل هذا المجتمع، يعني ممكن تجد مثلا بعض من تفعل ذلك تفعله بسبب العادة وان هذا نظام المجتمع
وهي تفعل ذلك يعني انتقدت من الناس وأصلا يشق عليها مخالفة ذلك لكونه يعني هو عادتها وعادة أهلها وقرابتها وجيرانها والمجتمع وكذا، فيكون سهلا عليه. بينما مثلا تجد طاعات أخرى مثلا قد تكون هي أسهل من هذا لكن تشق عليه، ويكون في تقصير مثلا في بر الوالدين، تساهل مثلا بغيبة بنميمة بكذا، طبعا ليس بالضرورة يعني. أو مثلا نفس الشيء مثلا في مسألة اللحية أو كذا، ممكن يكون المجتمع كله مثلا يطلق اللحى ويكون الأمر سهلا وكذا، بخلاف مثلا طاعات أخرى يعني ليس فيها يعني مثل ذلك التعود أو موافقة لعادة البلد وعادة المجتمع والناس، فتجد هناك يعني تقصيرا فيها. فمثلا الحجاب مثلا السابغ وكذا في بلد يعني يكون الحجاب فيه مخالفا لعادة أهل البلد، مثلا عادتهم التبرج والسفور وكذا واللبس المخالف، فكون البنت مثلا تحتجب يعني مرات حتى لو كان حجابها يعني أقل يعني أقل يعني أخذا يعني بالضوابط الشرعية وكذا، لكن ربما يعني في وضع معين أن المجتمع كله ضدها وهي يعني تتمسك بدينها، يعني ربما يكون هذا يعني قد يكون أجره أعظم لكونها لا تجد أعوانا يعني على ذلك أو كذا، بخلاف مثلا من كان المجتمع يساعدها على هذا. أو من يطلق لحيته في مثلا في مجتمع يستهزئ بمن يطلق اللحية ويجد يعني تضييقا في العمل وفي أموره وكذا ويتمسك بها أو كذا، فيكون إن شاء الله يعني أجره أكبر لأنه لا يجد أعوانا على هذا. يعني كذلك من مسألة الصوم يعني الذي ضربه هنا، يعني كثير من المجتمعات تجد مثلا بعض من لا يصلي يصوم، يعني ان الصوم يعني اصبح يعني هذا موجود مثلا في مصر عندنا، يعني ربما موجود في بلاد اخرى، يعني يوجد في مصر بعض الناس لا يصلون والعياذ بالله، يعني تارك يتركون الصلاه، بس في شهر رمضان ان المجتمع كله يعني زي كانه عيد ان هو يفطر في رمضان، يعني اصبح شكله غير يعني مقبول في المجتمع، الناس كلها صايمه مطاعم تغلق والكذا وكل جيرانه واهل بيته، فيعني فهو يصوم مع الناس يعني مرات بدافع الالف والعاده وكذا فيصوم رمضان، مع ان الصلاه اهم، يعني هو لو يعني هو يعني لابد ان يترك واحده منهم الصلاه تاركها، يعني يكفر في بعض المذاهب مثلا يعني في مذهب الحنبلي تارك الصلاه ولو كسل كفر وخرج من المله، والصلاه يعني هي الركن الثاني من الأركان الخمسة دي بعد التوحيد وبعدها الزكاة وبعدها الصوم، الصوم يأتي في الترتيب مؤخرا عن الصلاة، بس مرات الصوم يسهل مثلا صوم رمضان ويكون أخف مثلا عليه من الصلاة، أو يحج مثلا وهو تارك مثلا للزكاة أو تارك للصوم أو تارك للصلاة أو كذا إلى آخره. فمرات هنا يعني يقول وكذلك في النوافل، يعني كنا في الفرائض وكذلك ايضا في النوافل، مرات يعني يكون الترجيح بين النوافل ليس مبنيا على يعني يكون هذه النافله يعني هي الحق الى الله والافضل والاحسن، بقدر ما هو يعني يتدخل ايه مساله العاده في المفاضله والترجيح وكذا الى اخره. فهو يقول يعني يتكلم هنا عن منزله التهذيب والتصفيه، انه ينبغي الانسان ألا يشوب عبوديته عادة، يعني أن يجعل يعني الموجه له في التقديم والتأخير والترتيب يعني بين الأمور وما يفعل وما لا يفعل، يجعل مرد ذلك إلى الشرع أولا، ومسألة العادة يعني لا يجعلها تتحكم فيه في عبودية. قال الثالث يعني لكن في نفس الوقت يعني يعني كل انسان مثلا يحافظ على العباده ولو مفضوله لكونه يتعود عليها وكون يعني لا نمنعه من هذا يعني، بس لكن ايه نامره ان هو يعني يزيد على هذا خيرا، يعني لا نصد احدا عن طاعه ولا عباده لانه يفعلها بدافع من العاده، لا الحمد لله دي عاده حسنه وطيبه وافقت الشرع، و يعني اذا كان المجتمع عادته الحجاب ولا اللحيه ولا يعني نحن لن ننكر هذه عاده حسنه وطيبه، و ينبغي أن نشجع على الاستمرار فيها، بس كذلك نوصي يعني من كان كذلك أنه لا يجعل فقط يعني عبوديته بما يوافق العادة فقط، حتى لو أمر الله تعالى خالف العادة عليه أيضا أن يبرهن على أن عبوديته لله تعالى عندما يكون يعني
تمسك بشرع الله مخالفا لعاده نفسه او عاده مجتمعه، فهو هنا يظهر ايه يعني كما هو كما قال يعني هي محنه لاهل البدايه، امتحان واختبار للمبتدئين، انه هنا فعلا يظهر ايه الاختبار، انه هو عندما تكون يعني العباده مخالفه لعاده نفسه تحتاج انه يغير عاده نفسه او يغير يخالف عاده مجتمعه حتى يؤدي امر الله تعالى، فهنا يكون الاختبار. اذا كان فعلا موجه له هو الطاعه والتقرب الى الله بغض النظر ان كنا عاده ولا غير عاده. الثالث وقوف همته عند الخدمه، وذلك علامه ضعفها وقصورها، فان العبد المحض لا تقف همته عند خدمته، بل همته اعلى من ذلك، اذ هي طالبه لرضا مخدومه، فهو دائما مستصغر خدمته له ليس واقفا عندها. فيقول من الافات هنا اللي هي وقوف الهمه عند الخدمه، انه يكون همه انه يؤدي الخدمه، فقال لكن المطلوب ان تكون الهمه اعلى من هذا، وهي ان تكون الهمه هي رضا المخدوم، ليس فقط يعني اداء الخدمه، بل الفوز برضا من يخدمه. فهنا الكلام عن العبوديه لله تعالى، وهي خدمه يعني لدين الله ولشرع الله، فينبغي ان تكون ان يكون الغرض هو نيل رضا الله سبحانه وتعالى. قال: والقناعة تحمد من صاحبها إلا في هذا الموضع، فإنها عين الحرمان، فالمحب لا يقنع بشيء دون محبوبه، فوقوف همة العبد مع خدمته وأجرتها سقوط فيها وحرمان. واضح، يقول القناعة اللي هو يعني الرضا بالحال التي هو عليها وعدم طلب تغييرها للأكمل والأحسن، فهذه يعني في أمور الدنيا ونحو ذلك، يعني لو قنع بما عنده من مال أو الصحة أو أشياء من أمور الدنيا، فالقناعة محمودة، لكن في أمر الدين يعني إذا عنده تقصير في أمر الدين وهو في ذنب أو ترك واجب أو كذا أو تقصير في طاعة، فلا يقنع يعني بما هو عليه، لا يطلب يعني تغييره الى الاكمل والاحسن، بل اذا قنع بما هو عليه يعني يكون هنا غير محمود في هذا الموضع، يعني عليه ان هو ايه يعني كما يقول اهل العلم الرضا محمود في المصائب لا في المعايب، في المصائب هذا شيء يعني ليس بيدك تغييره، فالانسان يرضى بما قسم الله، لكن في المعايب العيب اللي هو يعني بإمكانك أن تصلحه وتغيره وتأخذ بالأحسن منه من تقصير في طاعة أو وقوع في ذنب، فهذا يعني لا يرضى بالحال التي هو عليها ولا يطلب تبديلها، بل عليه أن لا يكون راضيا عن حاله، يعني هو طبعا المؤمن يرضى عن الله سبحانه وتعالى، لكن لا يرضى عن نفسه وحاله يعني، فيسعى في تغيير نفسه وحاله إلى حال الأكمل. قال: الدرجة الثانية تهذيب الحال. الدرجة الأولى كانت تهذيب الخدمة وذكر فيها ثلاثة أشياء، والدرجة الثانية تهذيب الحال، وهو ألا يجنح الحال إلى علم، ولا يخضع لرسم، ولا يلتفت إلى حظ. ومر بنا مصطلح الحال والمقام، الحال والمقام هي العبادات القلبية، العبادات القلبية تسمى أحوالا وتسمى مقامات، لكن مرات يفرقون بينها بين ما هو يعني مكتسب وبين ما هو وهبي، يعني الشيء الكسبي في الغالب يسمونه مقاما، يعني اللي هو الجزء الذي يكون مكتسبا، يعني يمكنه أن يروض نفسه ويكتسبه من العبادات القلبية يسمى مقاما، واما الشيء الذي يكون وهبيا من الله تعالى فيسمى حالا. ومرات نفس العباده يكون منها جزء يعني وهبي وجزء يعني كسبي يستطيع، يعني شيء هو الانسان مجبول عليه وهبه الله اياه، وشيء يعني يمكنه ان يكتسبه بالتدرب والمرار. فقال: تهذيب الحال، وهو ألا يجنح الحال إلى علم، ولا يخضع لرسم، ولا يلتفت إلى حظ.
قال: أما جنوح الحال إلى العلم، وكما يقال مثلا إيه، جنحت السفينة يعني مال مثلا على أحد جنبها في الشيء، جنح إلى كذا يعني مال إليه وتوجه إليه. فأما جنوح الحال إلى العلم فهو نوعان: ممدوح ومذموم. جنوح الحال إلى العلم ممدوح ومذموم. فالممدوح التفاته إليه وإصغاؤه إلى ما يأمر به. يعني المؤلف يقول يعني مسألة ألا يجنح الحال إلى علم، فقال ليس كل علم يعني لا يجنح إليه الحال، بل هناك علم يعني إذا جنح إليه الحال كان محمودا، وهو أن يلتفت إلى العلم الشرعي النافع وإصغاؤه إلى ما يأمر به وتحكيمه عليه. فمتى لم يجنح إليه هذا الجنوح كان حالا مذموما ناقصا مبعدا عن الله تعالى. فإن كل حال لا يصحبه علم يخاف عليه أن يكون من خدع الشيطان، وهذا القدر هو الذي أفسد على أرباب الأحوال أحوالهم، وشردهم عن الله كل مشرد، وطردهم عنه كل مطرد، حيث لم يحكموا عليه العلم وأعرضوا عنه صفحا، حتى قادهم إلى الانسلاخ من حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. يقول يعني بعض الصوفية كان ضلالهم من هذا الباب أنهم يعني يستعملون عبارات مثل هذه العبارات، إن الحال لا يجنح إلى علم، فيقول فيبدأون إيه يقسمون يعني يفرقون بين الشريعة والحقيقة، ويقولون إذا يعني إذا هو في الأحوال وحقائق الإيمان وكذا، إن هذه يعني لا تتقيد بأحكام الشريعة، يعني كان أحكام الشريعة يعني هي إيه للمبتدئين ولكذا، وهي مرحلة يعني يمر بها الإنسان للتدريب وكذا، وبعدين يصل إن هو إيه يصبح يعني كما يقولون إيه حدثني قلبي عن ربي وكذا، وأنتم ترون عن الأموات عن فلان عن فلان، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. فيبدأ إيه يعني كأنه يستغني عن العلم بالشريعة، ويدعي أنه يعني يلهم كده من الله تعالى. فمرات مثلا يعني ربما يصل ببعضهم كما ذكر ينسلخون من حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، يعني يجي مثلا وقت الصلاة المفروضة مثلا، هنا العلم يقتضي أن الآن وقت الصلاة المفروضة عليه أن يترك ما في يده ويؤدي الصلاة المفروضة في وقتها، فهو مثلا يقول لك أنه الآن في حال جمعية مع الله تعالى وقلبه الآن يعني على صلة بالله، وإذا قام الآن يصلي هذا يقطع عليه جمعيته مع الله، فهو يعني الآن إيه هو قلبه يحدثه عن ربه أن هو الحال الأحسن له في هذا الوقت أن هو يظل مثلا جالسا يتفكر في جمعية مع الله، دي أحسن من يؤدي الصلاة وكذا، ويتهاون مثلا بوقت الصلاة أو مثلا كذا، أو يعني يأتي في صوم رمضان يقول لك مثلا هو الصوم مثلا يشغله عن الفناء مع الله، مثلا عن شهود الله أو عن كذا، أو فالصوم مثلا يشغله عن هذا ويشتت فكره عن جمعية قلبه مع الله وكذا، فالأحسن له أن هو يأكل عشان يستعين به على مش عارف كذا، فيبدأ يعني يتهاون شرائع الإسلام ويفعل المحرمات ويترك الواجبات، زعم أن الحال يعني الحال لا يلتفت إلى العلم بالشريعة وأحكام الشريعة دي يعني للمبتدئين وللناس يعني درجة كده مرحلة يمر بيها، وهو يعني خلاص يعني صار يعني ينظرون إلى العلم بالشريعة وأحكام الدين كأنها يعني إيه مجرد زي تدريب عشان تحصل له يعني مقاصد قلبية ومعاني إيمانية معينة، وإذا حصلت له خلاص هو يعني استغنى، يعني كأنه يعني سلم يعني استعمله صعد به والآن خلاص استغنى عنه غير محتاج إليه، ويبدأ يعني يخالف أحكام الشريعة بزعم أن مخالفتها يقربه إلى الله ويحقق له الصلة بالله وكذا إلى آخره. فطبعا هي يعني من احسان الظن بالمؤلف انه لا يقصد هذا المعنى، يعني والا لو قصد شخص ان لا يجنح حاله الى العلم بمعنى انه يترك العمل بالشريعه فهذا يكون منسلخا من حقائق. قال: وهم الذين قال فيهم سيد الطائفه الجنيد بن محمد رحمه الله تعالى. فيلقب الجنيد
رحمه الله بسيد الطائفة، يعني طائفة العباد وأهل السلوك وعلماء. يعني فقال رحمه الله: لما قيل له أهل المعرفة يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله تعالى. يقول مثلا أي حركة تشغله عن الله تعالى يتركها، حتى لو كان هذه الحركة يعني عبادة واجبة، فيقول لك يتركها تقربا إلى الله تعالى. فقال الجنيد رحمه الله: هذا كلام قوم تكلموا بإسقاط الأعمال، يريدون إسقاط الواجبات والتهاون به. وهو عندي عظيمة، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا، فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإليه رجعوا فيها، ولو بقيت 1000 عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها. هذا كلام الجنيد رحمه الله تعالى. فهذا يدل على أن الذين يعني ذهبوا إلى هذه الطرق أنهم يعني خالفوا حتى أئمتهم الذين يعني يدعون الانتساب إليهم وهم درعاء. وقال أخذوا الأعمال عن الله، يقصد يعني هؤلاء اتبعوا أهواءهم. لا لا، هو يقصد العارفين بالله حقا، يعني من يعني كالأنبياء والصحابة والصالحين وكذا، أخذوا الأعمال عن الله تعالى، يعني جاءتنا من عند الله، يعني الأعمال اللي هي العبادات وال يعني الصلاة والزكاة والصيام وكيفيتها وأدائها، يعني جاءنا من عند الله. فقال يعني هو يريد أن يقول هؤلاء ليسوا عارفين بالله، يعني هو الذي يحصل أن يقول مثلا مش عارف العارف بالله فلان الفلاني يكون مثلا وقت الصلاة المكتوبة مثلا نائما مثلا ولا جالسا في لا يقوم يصلي مع الناس ولا كذا، وحتى يخرج وقت الصلاة ولا يصلي، ولكن هو أصلا كان بيصلي في الحرم، وكان قلبه مش عارف يطوف حول العرش، ولا كان قلبه مش عارف كذا. يقول لك انه يعني هو مستغني الصلاة دي لسه للناس اللي هم يعني ويعني المبتدئين والعوام وكذا، هو يعني هو في مقام اعلى من هذا. فقال فيتهاونون يعني بكل العبادات بهذا الشيء بهذه الطريقه يعني. فهو يقول يعني هؤلاء ليسوا عارفين بالله، العارف بالله حقا والذي ياخذ العلم عن الله ويرجع الى الله سبحانه وتعالى، يعني فيما يعني ياخذ ما جاءنا من عند الله في الكتاب والسنه ويرجع الى الكتاب والسنه ويكون الشرع يعني حكما عليه. ثم وضح ذلك، قال: لو بقيت 1000 عام لم أنقص من أعمال البر ذرة. يعني ليس هناك يعني درجة معينة يعني إذا وصل إليها استغنى، يقول حتى لو عشت 1000 سنة أظل الواجبات تظل واجبات إلى أن يموت، والمستحبات تظل مستحبات لا يترك منها شيء. قال: وقال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. هذا كله من كلام الجنيد رحمه الله. الذي لا يحفظ القرآن ولا يكتب الحديث كيف يكون يعني وليا يعني من مثلا يعني طبعا يولي لله سبحانه وتعالى في حق كل مؤمن تقي، يعني بس القصد كيف يكون يعني من سادة العارفين والأولياء والذين يعني يؤخذ عنهم الدين ويؤخذ عنهم كذا، وهو أصلا لا يعرف يعني ذلك، أنه يمكن يكون صالحا في نفسه لكن ليس هو الذي يؤخذ عنه الدين ويؤخذ عنه العلم، وإنما يؤخذ عن من علم ما في الكتاب والسنة ويبلغ ما فيه. وقال: علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والبلية التي عرضت لهؤلاء أن أحكام العلم تتعلق بالعمل وتدعو إليه، وأحكام الحال تتعلق بالكشف. فيقول أحكام العلم يعني العلم يتطلب عملا، يعلم أن يجب عليه كذا ويحرم عليه كذا، فالعلم يتطلب إيه؟ أن يعمل أعمال. وأما أحكام الحال اللي هو ما يكون في قلبه يعني من المعاني من المحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل وكذا إلى آخره، فما يكون في قلبه من أحكام الحال تتعلق بالكشف،
اكتشاف المعاني يعني في قلبه. وصاحب الحال تلد عليه أمور ليست في طور العلم، فإن أقام عليها ميزان العلم ومعياره تعارض عنده العلم والحال، فلم يجد بدا من الحكم على أحدهما بالإبطال. فمن حصلت له أحوال الكشف ثم جنح إلى أحكام العلم فقد رجع القهقرى وتأخر في سيره إلى وراء. قال: فتأمل هذا الوارد وهذه الشبهة التي هي سم ناقع تخرج صاحبها من المعرفة والدين كإخراج الشعرة من العجين. يعني ما ذكره قال يعني هي شبهة تعرض لبعض الصوفية، ولكن الحال يجعل القلب يعني ينكشف على معاني وأشياء يعني. فمن كشف يعني من كشف له من المعاني فمرات يكون مخالفا إلى أعمال الشريعة وأحكامها. فهنا يبدأ إما أن هو يعني يتبع ما يظن أنه كشف له في قلبه من معاني أن هذا الشيء يقرب إلى الله، وأن هذا الشيء مثلا يشغل عن الله. ممكن الشيء الذي انكشف له بزعمه أنه يقربه إلى الله يكون هو شيء فيه معصية لله بحسب أحكام الشريعة، والشيء الذي انكشف له في قلبه أنه يعني يعوقه عن الله ويحجبه عن الله، ويكون هذا الشيء هو يعني شيء أوجبه الله تعالى من أمر الدين، فيحصل عنده تعارض بين يعني ما يزعمه من الكشف والحال وكذا وبين أحكام الدين والشريعة. فقال يعني هذا يخرج صاحبه من المعرفة والدين كإخراج الشعرة من العجين. الواجب عليه أنه يحكم أمر الدين ويعتبر من كشف له في قلبه أن هذا من وساوس الشيطان، أي شيء يخالف الحق لا يمكن أن يكون إلهاما من الله تعالى ولا خاطرا يعني إيمانيا، ولا يعني طالما خالف الشرع المقيد يعني بالكتاب والسنة إذن هذا الخاطر وهذا الذي يسميه كشفا وكذا هذا في حقيقته هو وسوسة من الشيطان وتلاعب من الشيطان به. الشيطان يدخل له لهؤلاء العباد من هذا المدخل، يقول له يعني الآن أنت لو رحت صليت ولا صمت ولا عملت ولا أديت حججت مع الناس ولا هذا يعني يعوقك عن يعني عن الجمعية على الله، ويعوقك عن مش عارف الفناء، ويعوقك عن كذا. والآن مثلا أنت لو مثلا ذهب بعضهم مثلا يذهب مثلا إلى الخمارة ولا يذهب إلى كذا ويزعم أن هذا يعني زي يسمون في فرقة من الصوفية اللي هو الملامتية، لو مثلا الشيطان يعني وسوس لهم انه يفعل الاشياء التي يلومه الناس عليها يعني، والناس يسبونهم ويتهمونهم بانهم فساق وفجار وكذا، ويزعم ان هذا يعني ايه زياده في المسكنه بين يدي الله وانكسار القلب لله، وان هو يعني حتى لا يكون له جاه عند الناس وانه مش عارف كذا فيكسب جاهه. فياتيه الشيطان من هذا المدخل انك انت يعني مثلا كلما فسق وفجر وأصبح في عين الناس يعني ساقطا وكذا، أن هو يعني هذا زيادة يعني في الصلة بالله، وأن هو عشان يصبح يعني لا يبالي بالناس ومش عارف كذا يعني. فيتلاعب بهم الشيطان بهذا الشيء، فتجد يعني يفعل المنكرات والموبقات ويجهر بها ويترك الواجبات، وهو في نفسه مثلا الشيطان يصور له أنه بهذا يعني يكون أكثر صلة بالله وقربا من الله ومحبا لله. فالشيطان يلعب به من هذا الجانب يعني. فقال: واعلم أن المعرفة الصحيحة هي روح العلم، والحال الصحيح هو روح العمل المستقيم، فكل حال لا يكون نتيجة العمل المستقيم مطابقا للعلم فهو بمنزلة الروح الخبيثة الفاجرة. قال: المعرفة هي روح العلم، والحال هو روح العمل الصالح يعني، فكل حال لا يكون نتيجة العمل المستقيم يعني على أمر الشرع فهو كالروح الخبيثة الفاجرة. ولا ننكر أن تكون لهذه الروح أحوال، لكن الشأن في مرتبة تلك الأحوال ومنازلها، ومتى عارض الحال حكم من أحكام العلم فذلك الحال إما فاسد وإما ناقص ولا يكون مستقيما أبدا. فالعلم الصحيح والعمل المستقيم هما ميزان المعرفة الصحيحة والحال الصحيح،
وهما كالبدنين لروحيهما. فأحسن ما يحمل عليه قوله. طيب إذا الآن نرجع تاني الكلام الإمام الهروي. الإمام الهروي يقول إنه عليه ألا يجنح حاله إلى العلم. طيب إحنا قلنا إذا الحال لم يجنح إلى العلم ضل الإنسان. فهو قال إذن إيه نحتاج إلى تأويل كلامه يعني حتى نحصل الظن به. قال فأحسن ما يحمل عليه قوله ألا يجنح الحال إلى علم، أن العلم يدعو إلى الفرقة دائما والحال يدعو إلى الجمعية. يعني دائما إيه الفرقة بمعنى تفرق القلب من أشياء عديدة والتفكير في أشياء كثيرة حوله، والجمعية أنه يعني مجموع القلب على الله تعالى. قال والقلب بين هذين الداعيين فهو بحسب هذا مرة وهذا مرة. فتهذيب الحال وتصفيته أن يجيب داعي الحال لا داعي العلم، ولا يلزم من هذا إعراضه عن العلم وعدم تحكيمه والتسليم له، بل هو متعبد بالعلم محكم له مستسلم له، غير مجيب لداعيه من التفرقة، بل هو مجيب لداعي الحال والجمعية، آخذ من العلم ما يصحح له حاله وجمعيته، غير مستغرق فيه استغراق من هو مطرح همته وغاية مقصده، لا مطلوب له سواه ولا مراد له إلا إياه. فالعلم عنده آلة ووسيلة وطريق توصله إلى مقصده ومطلوبه، فهو كالدليل بين يديه يدعوه إلى الطريق ويدله عليها، فهو يجيب داعية فهو يجيب داعيه للدلالة ومعرفة الطريق. وما في قلبه من ملاحظة مقصده ومطلبه من سيره وسفره وباعث همته على الخروج من أوطانه ومرباه ومن بين أصحابه وخلطائه الحامل له على الاغتراب والتفرد في طريق الطلب، هو المسير له والمحرك والباعث. يعني الإمام القيم وضح مراده بهذا المثل يعني الذي ضربه، فيقول يعني العلم يعني إحسان الظن بالإمام الهروي أنه يقصد أنه لا يجنح به الحال إلى العلم، أن الإنسان يعني عليه أن يجعل العلم وسيلة وليس غاية، يعني لا يستغرق وقته وجهده في مسائل العلم بما يشغله عن إصلاح القلب، يعني والعلم وسيلة لإصلاح قلبه وزيادة تعلقه بالله تعالى وقربه من الله. فمرات يعني العلم خاصة بعض العلوم يعني يكون فيها شيء من الجفاف يعني وانشغال القلب عن الله تعالى، فيقول العلم يعني يتعلم العلم النافع لكن دائما يحاول يربط العلم بما فيه صلاح لقلبه حتى لا يقسو قلبه ويكون قلبه مجموعا على الله تعالى، يعني بالتفكر في يعني آلاء الله وتعلق القلب بالله تعالى وكذا. فيكون العلم يعني ليس هو الغاية بحيث يشغله عن صلاح قلبه مع الله تعالى، بل يكون وسيلة لتحقيق هذا الغرض. وضرب المثال يعني بالإيه؟ يعني بالدليل الذي يسير بالإنسان في طريق سفر ليوصله أو كذا. فهناك يعني الباعث والمحرك يعني هو السبب الذي جعل الإنسان يخرج من بلده ويترك أصحابه وأهله للوصول إلى مقصد معين، فهذا الباعث موجود في قلبه، فهذا هو الحال يعني اللي هو يكون باعثا له. والعلم هو مثل الايه الدليل، الشخص الذي يقوده ويسير معه ويقول له اتجه يمينا اتجه يسارا او كذا. فقال يعني الدليل يعني هو يوجهه ويسير به اللي هو العلم، لكن الحال هو المحرك له وهو الباعث له على. قال فلا يجنح عن داعيه الى اشتغاله بجزئيات او احوال الدليل وما هو خارج عن دلالته على طريقه. فهذا مقصد شيخ الإسلام إن شاء الله للوجه الأول والله أعلم. وأما قوله ولا يخضع لرسم، أي لا يستولي على قلبه شيء من الكائنات. الرسم اللي هو قال إيه كل ما سوى الله فهو رسم، يعني يسمى رسوم، اللي هي مثل إيه أثر الشيء يعني.
بحيث يخضع له قلبه، فإن صاحب الحال إنما يطلب الحي القيوم لا يقف عند المعاهد والرسل. مر بين الرسم اللي هو إيه زي بقايا يعني من نزل مثلا حي من العرب أو كذا، نزلوا واديا ولا كذا وأقاموا فيه مدة مثلا لكون فيه كلاء أو فيه ماء أو فيه، ثم إذا ارتحلوا عنه أخذوا الخيام وارتحلوا فيتركون مكانهم يعني بعض الحبال والأخشاب المكسرة والأحجار التي والرماد من أثر الطبخ ومن كذا. فهذه هي الرسوم، فهي أثر يعني تدل أن هذا المكان يعني كان مسكونا من قبل وناس ارتحلوا عنه وتركوا. فقال يعني كل هذه المخلوقات يعني هي أثر لقدرة الله تعالى، يعني يعني يظهر فيها أثر قدرة الله تعالى وحكمته وكلها من خلقه وإيجاده، فيعني تدل عليه يعني كما أن هذه الرسوم تدل على أنه قد كان هنا ناس يعني، فهذا الكون يعني هو أثر يدل على موجده وخالقه وهو الله سبحانه وتعالى. فقالوا مصطلحوا على تسمية يعني كل ما سوى الله تسميته، اصطلحوا على تسميته رسما يعني. فقال لا يقف عند، لا يخضع لرسم يعني لا يستولي على قلبه، بل دائما ايه يعني كل هذه الموجودات دائما ايه يعني علاقته بها علاقة أنها دليل يدله على الله تعالى يعني وعلى وجوده وحكمته وقدرته وعظمته. وأما قوله ولا يلتفت إلى حظ، أي إذا حصل له الحال التام لم يشتغل بفرحه به وحظه منه واستنزاله، فإن ذلك حظ من حظوظ النفس وبقية من بقاياها. كبر طولنا نقف إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.